عذرا معنا الوقت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. لو سمحت انا كنت عايز اعرف صلاة الجنازة بتتصلى ازاي؟ كنت سمعت حضرتك في برنامج قبل كده عن الرسول ان هي 5 تكبيرات. لا ايه اللي بيقال فيهم؟ لا عفوا عفوا اتفضل. السؤال يصاغ بصياغة اخرى، كم عدد تكبيرات صلاة الجنازة؟ انا مش متخصص والله فمش عارف اسال. لا 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 ما في يعني. مشكله اصل لما تنقل علينا اننا نقول ان صلاه الجنازه 5 تكبيرات ده في خلل. اولا اكثر اهل العلم على ان الصلاه على الجنازه 4 تكبيرات. لماذا؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام صلى على النجاشي فكبر 4 تكبيرات. 4 تكبيرات. نعم ثبت أن الرسول ذات مرة من حديث زيد بن أرقم صلى على جنازة فكبر 5، لكن ليس هذا الهدي الغالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الغالب أربع تكبيرات هذا تمام. الغالب وكل ما يقال في التكبيرات إذا زيد عن 4 أو ربع دعاء للميت. في 4 تكبيرات دعاء للميت. هو فقط أننا بين يدي صلاة الجنازة الفاتحة تسن الفاتحة ولا تجب. بعض الصحابة يقول الفاتحة ليست واجبة لكن تسن الفاتحة. صلى ابن عباس رضي الله عنهما صلاة جنازة جهر فيها بفاتحة الكتاب، فقالوا له لماذا صنعت ذلك؟ قال لتعلموا أنها سنة. الفاتحة والصلاة على النبي والدعاء للميت أيضا وللمسلمين، وإن كان هناك ما يستدعي إذا عفوا هب أن إماما كبر أكثر من ذلك. قد ورد أن عليا كبر على أهل بدر 6 وعلى سائر الصحابة 5 وعلى سائر الناس 4. ماذا نصنع إذا زاد الإمام تكبيرة؟ ندعو فيها للميت.